الوطني الاعلى ودفع واضح، دفع واضح على رفيق جبور من بن عطية المهدي، وكرة ثابتة في مكان مناسب مهم جدا. فوز أمام المنتخب الإيرلندي من هذا المكان بالذات، سدد كرة اصطدمت بالعارضة الأفقية، الكل يتجاوب مع رياض قدبوز بأول كرة، هل اصطدمت بالعارضة أمام مخرج المياغري؟ هل هي كرة إيرلندا بهذه الطريقة نفذت؟ كيف 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 أخرج العارض المغربي؟ اصطدمت بالحائط ولمست لاعب مغربي وخرجت، كادت أن تخادع الحارس المغربي. يلا ركنية أخرى لصالح المنتخب الجزائري، الجمهور يطالب بضربة جزاء. أكيد يعني كانت في مقابلة مثل هذه هي البداية هي المهمة جدا، وبالتالي ضربة جزاء في هذا الوقت بالذات تخلط أوراق للمدرب جيرارد، خاصة الإعادة كان المسح يعني واضحة، وكان الأيدي تاعو اليد اليمنى هي اللي مشات الكرة، اليد اليسرى جات لها الكرة ولكن باليد اليمنى مشى إلى الكرة، وبالتالي ضربة جزاء واضحة. لا مجال للنقاش، ولكن الآن سنركز على رياض، على رياض بودبوز على حسن يبدا في ضربة الجزاء لصالح المنتخب الجزائري. يا حسن يبدا لا تتكلم مع اللاعبين، اتركهم يتكلمون مع الحكم وركز فقط، لان هذه الضربة مهمة جدا. هدف في الخمس دقائق الاولى، هذا هو الحارس المياغري نادر، 35 سنة لديه من الخبرة، ما لديه 25 مباراة مع المنتخب المغربي. في الجهة المقابلة سيكون لحسن او حسن يبدا في تنفيذ هذه الضربة، فرصة كبيرة وكبيرة جدا للمنتخب الجزائري حتى يفتتح باب التسجيل في هذه المباراة الكبيرة. يبدا أن يبحث عن زاوية للتسديد، ولكن كل الأماكن والمنافذ مغلوقة. عذاري من دون خطأ رجاء. هل الكرة تخرج حتى الدفاع طمأن في هذه البداية، طمأن رغم غياب المشرك، ينفذ الركنية بهذه الطريقة، والآن سينفذ التماس من جديد، يلعب مع حسن يبدا وراوغ بارع يمر، كيف مر بودبوز لحسن، حسن يبدا لم تمر هذه الكرة، ولكن كيف مر رياض مباشرة. مفيش تسلل رغم انه مرر المساندة ممكن راح تكون اخطر هذا اللقطة، لكن اداري ومبول يدخل الخلاصة لصالح المنتخب المغربي. 25 دقيقة كاملة، التفوق لصالح المنتخب الجزائري الذي يبحث عن استرجاع نشوة الانتصار هنا في ملعب عنابة الذي لم يعد اليه منذ مباراة الجابون. نتذكر الثلاثية، ولكن إن شاء الله اليوم سننساها مع انتصار مع المنتخب الجزائري. هنا محاولة التأثير على الحكم وبن شيخة في الأخطاء. ممتاز طريقة استرجاع الكرة من نادي مصطفى. يلا يا مادي، بإمكانك استرجاع الكرة من خلفك. حسن يبدأ وتستفيد من التماس، وكان هناك تدخل. هاي الإعادة راح إلى رجل اللاعب مباشرة،
ولكن لما اعلن الحكم عن ضربة جزاء اصبح يتردد في اعلان بعض الاخطاء. لمروان الشماخ لحسن الحظ تعثر لما تروض الكرة، والا لكانت كرة خطيرة قطبا بسرعة بدون انتظار، طبعا القوانين تسمع بذلك. هنا صعب يا غزال، لا زالت الخطورة يا رياض، يا بوتبوت سرع رياض غزال وجه لوجه يضيع هذه اخطر فرصة بعد ضربة الجزاء. معليش يا غزال، لا زال هناك المهمة الى حد الان، لا مهمة جدا، لان قبل كل شيء لازم البحث على 3 نقاط وبعدين التفكير في رفع عدد الاهداف. اذا زميلي توفيق، جمهور يعود الى الخلف لخالد المشيع، اراد التسديد في نهايه المطاف، احتفظ بالكره وانتظر مسانده مادي مصطفى من هناك، نادي لرياض، رياض بودبوز يبحث عن المراوغه، يمر رياض من جديد يلعب ثنائي مع حسن، يبدا ممتاز لو مرت الى غزال. هذا هو الشيء المطلوب من الفريق الوطني، يعني التمريرات القصيره والسريعه والتنقلات هذه اللي ممكن تربك الدفاع المغربي وتخليك صعبه توفيق لرياض بودبوز، ولكن لم تمر من حسن، يبدا ممتاز التدخل من عنتر يحيى امام مروان الشماخ، العوده بارتياح واريحيه الى اسماعيل بوزيد لصالح المنتخب المغربي. مصطفى المبارك ولكن بدون تركيز تماما، والى نظرا لخطه جيرانس، ولكن الى حد الان محاوله خطيره للمنتخب المغربي، سهل بين احضان الحارس المنتخب المغربي ولكنها لا تتجاوز ال 25 متر. اين يتمركز حارس المنتخب الجزائري؟ حذاري من المساحات، حذاري من المساحات لحسن الحظ امام الذي يريد ارباك دفاع المنتخب الجزائري براسيه دائريه، توسيع ولكن حسن الحظ هذا في العمق، خطيره ولكن الحارس ملحي، لذلك يجب ان نصحح الامور قبل فوات الاول بطبيعه الحال. ويحيى عنتر يتدخل ومطالبه بضربه جزاء من قبل كيراتس، طالب بضربه جزاء في نفس المكان الذي استفدنا فيه من ضربه جزاء. المنتخب المغربي التماس بسرعه لانه يشعر بان المنتخب الجزائري يمر بفتره فراغ الان. يحسن ممتازه، يحسن يبدا عادل رماش، عادل في العمق وخروج خروج يا بول، عود الى مكانك يا بول، عود الى مكانك، حذاري اوه، مرت بسلام خرج في وقت لا ادري اذا كان التغيير هو الانسب، ربما لا اعتقد ان التغيير نوعا ما بن شيخه، نظن ان بن شيخه في صدد البحث من جانب النائب اختيرت مشواره الى جانب بوزيد. يلا يا رياض، الان نحتاج اليك يا رياض، نحتاج لمراوغاتك، نحتاج لانطلاقاتك، نحتاج الى روعتك يا رياض، يا رياض 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 يوزع، ولكن التوزيع بعيدة وتخبرات مشية والنزار بشكل أفضل إلى حد الآن في الوسط، ممتازة بالعقب لرياض، عندك المساحة الآن يا رياض، ينتظر غزال، تأتي المساندة من جمال مصباح، يا لو مرت الكرة، لا زالت الخطورة، التوزيعة الثانية لم تكن مثل الأولى من جمال، باندفاع وبإصرار جزائري يتم استرجاع هذه الكرة، ممتازة من رياض، قلنا بأننا نحتاج إليك يا رياض في هذه الفترة الحرجة لرفيق جبو. خرج لا انت خرج. جمال مصباح، ممتازة من جمال، تعود إلى غزال يوزع لرفيق جبور، والحارس ذلك الحراسة الفردية أكثر من ضرورية، وخروج بولحي أكثر ضروري أيضا، فعلا بولحي خرج في الوقت المناسب، لا الكرة في صالح الوقت المناسب، الوقت اللازم، كانت قراءة جيدة بالنسبة للكرة العالية، شوف قراءة جيدة وخرج خاصة من ناحية السرعة والرتم والتوزيعات على الجهة اليسرى، حذاري من هذه الكرة يا بولحي، بروعة
هنا غزل خلاص حول كما توقعنا الى الجهه اليمنى من دفاع المنتخب الجزائري، توزيع ناحيه مروان شماخ، ضربه اكيد يا كريم ضربة. لان قلنا الان منذ لحظات قبل دخول بالحارس، حذاري من المرور، حذاري يجب التغطيه يا غزال، ويمادي يا مصطفى، التوزيع ممتاز. على درب الحاج يضغط عليه من دون ارتكاب الخطأ، العودة إلى الخلف، يجب مراقبة من دون خطأ على شماخ. يا مروان يا شماخ يبحث عن الحيلة في هذه الكرة، ولكن بوزيد أذكى منك بكثير من هذه المباراة. نفكر في بناء اللعب، نفكر في تسجيل الاهداف بلقطات، اما الان فهدفنا واحد ووحيد هو تفادي هذه الكرات وتفادي الاهداف. يلا يا نادير يا بالحاج، ممتازه من نادير لرفيق جبور، اربع مهاجمين امام اربع مدافعين، حاج عيسى لم تمر من حاج عيسى. تسير في هجمه في صعود من دون خطا، رجع يسترجع نادير بالحاج لحاج عيسى. يلا يا حاج عيسى، اجمل واحلى وافضل فرصه بالنسبه اليك في مشوارك الكروي مع المنتخب العرقله واضحه، المقابله. ولكن نقول يا كريم ايضا في هذه المقابلات، نظرا للوضعيه تاع الفريق الوطني الجزائري، ثلاث نقاط هي الشيء المهم، ماهوش الاداء وماهوش الخطه التكتيكيه، ولكن ثلاث نقاط، وهذا باذن الله ما حصلنا عليه وبعدين تكون متسع من الوقت. خسرنا مجيد بوغره، خسرنا زياني قبل ثواني من بدايه المباراه، خسرنا عطر يحيى الذي لم يتمكن من انهاء هذه المباراه، وبعد ذلك كانت الرجوله. نعم يا ياسين، De grande envergure, c'était le match des tripes, c'est tout. Ah bah, beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. C'est ça nos joueurs algériens, c'est ça l'Algérien. Quand il est dos au mur, il se donne la foi, alhamdoulilah. طبعا كان هذا كلام المدرب ياسين. تفضل Ouais, c'était les 3 points, comme on l'avait dit dans les journaux, nous c'était les 3 points, le jeu on s'en foutait, les 3 points. C'est vrai, on a un peu subi le jeu, mais alhamdoulilah, on a eu les 3 points, c'est ce qu'il fallait, alhamdoulilah. ياسين هذا هو الأهم بالنسبة لعناصر المنتخب الجزائري، وبعد ذلك التفكير في